سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. فيني أقول أنه من التعميمات الحميدة لما نقول أنه السوريين لبعض، لأنه هذا التعميم بيساعد على نشر الإيجابية والهمة بين السوريين. وبعد ما كثرت التعميمات السلبية بين السوريين وأدت لوجود فجوة بيناتهم، تأسست جمعية عبور يلي اشتغلت وعم تشتغل على ردم الفجوة بين شرائح الشعب السوري، واللي رح أحكي لكم عنها اليوم وعن نشاطاتها. خليكن معنا. بما أنه مدينة طرطوس كانت ولا زالت عم تشهد حساسية طائفية بين سكانها وبين الوافدين إلها من المناطق الحامية، فكانت من أولى مهام جمعية عبور نشر ثقافة المجتمع المدني ومفاهيم المواطنة وفتح قنوات تواصل بين جميع السوريين عن طريق دمج الوافدين مع المجتمع المحلي، تخفيف حدة التوتر وتصغير الفجوة الناتجة عن الفروقات المجتمعية، بحسب توصيف الجمعية على صفحتها الرسمية على فيسبوك يلي بتلاقوها بوصف الحلقة. تأسست جمعية عبور ببداية سنة 2015 وركزت بنشاطاتها الثقافية والترفيهية على رفع مستوى الثقافة عند الأطفال بشكل خاص ورعاية الأطفال المشردين والنازحين والمساعدة في تعليمهم وتنمية مواهبهم والكشف عن خبراتهم. وكان من نشاطاتها رسم الجداريات اللي بترمز للسلام بإيدين ورياش الأطفال وألوانهم، وأنشطة سينمائية بتتمثل بعرض أفلام للأطفال المهجرين وأطفال المجتمع المحلي بمدينة طرطوس، وأنشطة مسرحية للأطفال لتدريبهم على المسرح التفاعلي بغرض تشكيل نواة فرقة مسرحية بالمستقبل. أما عن آلية عمل الجمعية، فهي بتعتمد على توظيف إمكانيات قدرات الشباب بالحيز المناسب والتعلم من التجارب السابقة سواء الناجحة أو الفاشلة، وطريقة تقديم النشاطات بتتم على سوية عالية من التنسيق والإعداد والمنهجي على أساس هيكل تنظيمي واضح ودقيق وكافي لسير العمل بنجاح وسلاسة. وغير الأنشطة الفنية، بتنظم الجمعية دورات دراسية مجانية لطلبة مدارس من أبناء المهجرين بالصفوف الدراسية الأولى، بالإضافة لنشاطات تنموية وخدمية مثل زراعة الأشجار وتنظيف الشوارع وزيارات لمراكز إيواء النازحين وأسر الضحايا من المدنيين. تعتمد جمعية عبور بتمويلها ودعمها على متطوعين من أبناء مدينة طرطوس، وبتقدم خدماتها لكل وافد ومحتاج بغض النظر عن الخلفية السياسية أو الدينية. وقدرت الجمعية تتجاوز الصعوبات الأمنية من خلال إشهار الجمعية والبعد بشكل كامل عن أي نشاط سياسي على اعتبار الهدف الأساسي منها خدمي وإنساني. أما من الناحية المجتمعية، فلاقت الجمعية من تأسيسها ولهلأ ترحيب من مختلف شرائح السوريين بمدينة طرطوس. وبهيك قدرت جمعية عبور تكون مثال لمؤسسة المجتمع المدني يلي تجاوزت أي انتماء سياسي أو ديني في سبيل تقديم الدعم والعون للسوريين من السوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.